Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ridwan Maula dari Man Purworejo akan membacakan Quran Surah Al-Isra ayat 78 sampai 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أعرض ونأى بجانبه
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضلك له كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على القرآن بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.